الاشغال يعني تقدمت بصفة محسوسة اقول يعني مقارنة بالزيارة السابقة، و يعني الشكر كل الشكر الى القائمين المؤسسات، خاصة يعني المؤسسات الجزائرية اللي تقوم باشغال المناولة واللي تبتت يعني قدرة كبيرة في التحكم في الوضع. ونظن باللي باش يعني اذا كان الاشغال تم بهذه الوتيرة هذه، نظن رايحين نكونوا يعني في الموعد المحدد لاستلام هذا المشروع هذا. فتحسن كبير وكبير جدا يعني، وكل الاشغال يعني منطلقه بما فيها اشغال التهيئه الخارجيه. اليوم زدنا اعطينا جمله من التعليمات كذلك الى جميع المقاولات اللي راه متواجده على مستوى المشروع من اجل مضاعفه الجهد كذلك. ويعني الكل واعي، كل المؤسسات الجزائريه اللي تقوم بالمناوله هناك يعني كلهم واعيين بالمهمه وحاسين بثقلها، والكل يعمل بالجديه اللازمه من اجل يعني استلام المشروع في الوقت المحدد نتاعو. وانتم لاحظتم معنا يعني كيف كانت الوضعيه نتاع المشروع سابقا والوضعيه اللي راهي عليه اليوم. ففي ظرف يعني هذه ال 15 يوم هذه يعني ما انجز من اشغال فهي كميه هائله وهائله جدا، لم تنجز اقول منذ عده اشهر او حتى اقول سنوات. ونظن باللي باش يعني الكل واعي بهذه المسؤوليه هذه، ونظن باللي باش يعني اليوم نحن مطمئنين على ان المشروع سيستلم وان الالعاب ستنظم في وقتها ان شاء الله. حمله التشجير في يوم الاربعاء يعني قمنا بحمله تاع التشجير اولى. انتم تدركون ان زياره السيد الوزير الاول كان اعطانا تعليمات من اجل يعني القيام بغرس هذه المساحه هذه المتواجده بمقابل يعني المركب الرياضي واللي مساحتها حوالي 23 هكتار. كانت فيه يعني حمله اولى